صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله يقطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كفقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القران لا يجاوز ثلاثيهم يمرقون من الدين كما يمرق الشعر من الرميه ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم الى سوقه قيل ما سيماهم قال سيماهم التحليق او قال التصديد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونذر الموازين القسط ليوم القيامة وإن أعمال بني آدم وقوله يوزن وقال ملاحظ هل قسطاب العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المفسد وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكار قال حدثنا محمد بن فزيد عن عمارة بن لقاء قال أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان صغيرتان في اللسان سبحان الله وبحمدك سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا احمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع النبي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الهي يا متعال